اسمي كلودين رمادي، مديرة المشروع من منظمة سبارك. هو المشروع ممول من War Child، وفي بارتنرز ثلاثة بالمشروع، هن War Child، سبارك و Digital Opportunity Trust. ميلاد سلامة، أنا Community Facilitator بـ War Child اللي هي جمعية طفل الحرب. بلشنا بمشروع تجريبي اسمه يوث، هو بيستهدف اليافعين بشراكة مع سبارك ودوت. اشتغلوا سبارك على كيفية إدارة المشاريع مع الشباب واليافعين والصبايا، ودوت اشتغلوا معنا على كيفية البرامج وكيف استخدام السوشيال ميديا لتطوير هاي المشاريع. كان أكثر شيء برنامج الدعم النفسي الاجتماعي من خلال War Child يضوي على موضوع تعزيز المهارات وتعزيز القيادة عند دور الشباب بالمجتمعات. دور سبارك بهذا المشروع كان إنه نحن نعطي تدريبات. بلشوا التلاميذ مع أول شيء مع اللايف كوتش أسوسيشن ليحطوا نقاط القوة تبعهم ويحطوا جولز للمستقبل. أعطينا تدريبات تركز على ثلاث مواضيع أساسية. أول موضوع هي مهارات حياتية وكيف الشباب يقدروا ينخرطوا بسوق العمل ويطوروا نفسهم. الموضوع الثاني كان عن ريادة الأعمال، عرفناهم شو هو مفهوم ريادة الأعمال. الموضوع الثالث كان إدارة المشاريع، وهون ركزنا على البزنس وركزنا كمان على المبادرات الاجتماعية أو المشاريع الاجتماعية. مع We Love Tripoli يتقسموا على فرق، قدروا الشباب والصبايا من كذا منطقة يشتغلوا مع بعض على نفس الأفكار، على نفس الأهداف الاجتماعية، من وراء نفس القصص اللي عم بيشوفوها بمناطقهم. فيس 2 من المشروع بيتضمن أول شيء البروتوتايبينج. الفرق طلع لهم إنه يخلقوا نموذج مع جرافيك ديزاينرز وانتيريور ديزاينرز. كان أول مرة شباب وصبايا طلعوا لهم يعرضوا أفكارهم قدام الجمهور. كل فريق كان عنده طاولة عليها البوستر تبعهم، البزنس موديل كانفاس تبعهم، وعليها النموذج اللي خلقوه، وطلع لهم إنه يشرحوا هيدي الفكرة لأشخاص. المشكلة هي إنه هلا الأطفال كثير عم تنتمي للتكنولوجيا والتليفونات، فنحن قررنا نعمل مكتبة. مشروعنا بيحكي عن التوجيه المهني للفئة العمرية بين 13 و19 سنة. مشروعي بيحكي عن الحيوانات اللي مش شاردة بالشوارع. مشروعي بيحكي عن تاكسي بحري، لأنه كلياتنا بنعرف إنه هلا عنا بلبنان في كثير عجقة وزحمة. اسمي سلام للزوم، مشروعي هو إعادة استعمال التياب القديمة وتطويرها. اسمي أفراح الحسنة، مشروعنا بيحكي عن تراكم النفايات وعدم فرزها. طلعنا على أهدن بوتكامب، أخذنا تدريبات كتير مهمة من مدربين مهمين إجوا خصيصاً لحتى يعطونا. استفدنا كتير من التدريبات اللي أخذناها، وهالشي بيّن من خلال التطور بالمشروع. تعلمنا كتير أشياء، استفدنا منها البزنس موديل، كيف قصص التسويق المالية، وعرفنا كل المشاكل اللي ممكن نواجهها كيف نقدر نواجهها بأسهل طريقة ممكن. أنا اسمي أحمد بيرم، مدير المشاريع بقسم جسور ريادة الأعمال، وهو برنامج جمعي بتطوير ريادة الأعمال خاصة بالشباب السوريين. خلال اليومين الماضيين تعرفنا على عدد كبير من المشاريع الناشئة اللي حاملين أشخاص شغوفين حابوا يغيروا الواقع اللي هن عايشين فيه. عملوا برزنتيشنز كيف يقدروا يحكوا ويتواصلوا مع مستثمرين. الفرق المشاركه حتعرض الافكار تبعها قدام لجنه التحكيم لتختار الفرق الفائزه. فاليوم الطريقه اللي شفناهم كيف طلعوا قدام كل العالم وكيف حكيوا وكيف ارجوهم كلهم انه هن واثقين من حالهم واثقين من افكارهم، هيدا يعني كانت احلى خاتمه لمشروعنا.